يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم. يوم جديد وحلقة جديدة، 8 الصبح، ابدأ يومك صح. خلينا نبتدي يومنا دايما بالابتسامة الحلوة وبالتأكيد الأمل إن النهاردة أفضل من بكرة وبكرة أفضل من بعده وهكذا. صباح الخير يا آية. صباح الخير يا أسماء، وصباح الخير على حضراتكم. النهاردة في يومنا هنبدأ الكلام عن واحدة من أهم رموز مصر بيمثلوا قوة مصر الناعمة. النهاردة هنتكلم عن رمز الفن الراقي، فاتن حمامة، سيدة الشاشة العربية، الفنانة الراحلة اللي يعني بتعتبر واحدة من أهم الفنانات في السينما المصرية. قدمت أكتر من 100 عمل فني ما بين السينما والدراما، لكن طبعا كان للسينما النصيب الأكبر. فاتن حمامة حبت الفن من وهي صغيرة، وقامت بالمشاركة في دور قصير كده وهي طفلة سنة 1940 في فيلم يوم سعيد، واللي قام ببطولته المطرب محمد عبد الوهاب، وده كان بوابتها الأولى للسينما. وبعد كده كررت التجربة دي مرة تانية في فيلم رصاصة في القلب سنة 1944، ومن وقتها وقدرت ان هي تحجز مكانها في السينما المصرية والعربية وفي قلوب كل الجماهير في مصر وفي الوطن العربي كله. بالتأكيد فعلا النهاردة بنحتفي بسيدة الشاشة العربية اللي تركت لنا يعني العديد من الأعمال الفنية المميزة. بنتكلم على مشوار كبير جدا، إطلالة مختلفة، جذابة، أناقة، رقي، جمال. قدمت أكتر من 100 عمل فني، يعني رقم كبير جدا جدا. مجموعة أفلام مش محتاجة أن احنا نتكلم عنها ولا نسرد بعضها، لكن أيامنا الحلوة، موعد غرام، لن أبكي أبدا، سيدة قصر من أجمل الأفلام اللي بحبها لها الحقيقة، دعاء الكروان برضو من أجمل الأفلام اللي تقدر تتفرج عليها، بتحس بمدى الإبداع اللي هي بتقدمه. طبعا مجموعة كبيرة جدا، إمبراطورية ميم، ومن أهم يمكن الأفلام اللي أنا حابة أتكلم عليها النهاردة أو كانت خطوة مهمة جدا واللي بتبين لنا يعني إيه حاجة اسمها قوة ناعمة وأهمية الأفلام. بالتأكيد فيلم أريد حلا، يعني إحنا بنتكلم على فيلم غير من القوانين اللي إحنا عايشين بيها. السيدات المصريات اللي كانوا بيقعدوا لسنين طويلة جدا جدا في المحاكم علشان قضايا الطلاق، وفي الآخر بيتم رفض القضية ممكن بعد ما بتقعد 4 أو 5 سنين في المحاكم وبتتبهدل وكده. فكان هذا الفيلم زي ما بيقولوا كده بناقوس خطر بيدق ولفت النظر لهذه القضية المهمة. وجاء بعد دي طبعا التغيير في قانون الأحوال الشخصية وإحلال أو يعني البدء في عمل الخلع، وده طبعا تماشيا مع الشريعة الإسلامية. بنتكلم على أهمية الدراما، سواء كان بقى الدراما التلفزيونية أو الدراما المسلسلات أو السينما أو كل ده، هو ده اللي بيوصل لنا أهمية هذا الموضوع. مش بنتكلم بس ان احنا طبعا الفن لازم نوع من انواع الترفيه ولازم نضحك ولازم نستمتع ولازم كل ده، بس برضو ليه مهمة كبيرة جدا جدا بيكشف. ويمكن كمان مؤخرا حتى في بعض المسلسلات اللي عملت نفس الموضوع وبدأت تدق على بعض القضايا الهامة والخاصة بالمرأة، زي مثلا مسلسل مؤخرا كان بتاع منى زكي. خلينا نرجع كده، مسلسل منى زكي في رمضان 2021 متهيألي كان قضية الطلاق الشفهي، كان مسلسل مهم جدا جدا. الدنيا بدأت تتقلب وقالوا قضية من أهم القضايا اللي تم مناقشتها. كمان المسلسل بتاع فاتن أمل حربي، مسلسل كان مهم جدا وناقش القضايا اللي هي الخاصة بالمرأة المطلقة وإزاي إنها تحصل على حقوقها. فإحنا بنتكلم على أهمية الفن، بنتكلم النهاردة وبنحتفي بسيدة الشاشة العربية. أنا عايزة أقول لك نقطة برضو في غاية الأهمية، هنا بنتكلم عن اختيار الفنان للعمل الفني اللي هيقدمه حقيقة. وبنتكلم على وجود كتاب يكتبوا موضوعات مهمة كده بتمس الناس، نتكلم على مخرجين مهتمين بأن هم يقدموا عمل فني بأركانه المختلفة ويقدموه للمشاهد بالشكل اللي يوصل له الفكرة. فاحنا بنتكلم على مش بس الفنان، وإن كان طبعا هو العنصر الأشهر في العمل الفني بالنسبة للجمهور، بس اختيار الفنان واحترام الفنان لفنه للي بيقدمه، وإنه مدرك قد إيه هو مؤثر وقد إيه هو قدوة، سواء هو
موافق على ده او مش موافق، هو كده كده الفنان قدوه. لانه الايام دي بنسمع بعض الفنانين يقول لك انا مش قدوه، انا مش عايز حد ياخدني قدوه. لا، ما دام ان انت ارتضيت تبقى شخصيه عامه وشخصيه مؤثره، والفن بالذات تاثيره بيمتد لاجيال، بيمتد خارج حدود بلدك، انت بتاثر في وطن كامل، في الوطن العربي بالكامل. فما دام ان انت حبيت تمتهن هذه المهنه لازم تبقى عارف ان انت مؤثر، ولازم تبقى عارف ان انت قدوه. فبالتالي اختيارك لاعمالك، ودي اللي هتبقى في تاريخك حتى بعد ما نرحل كلنا، يبقى هذا التاريخ اللي بيتكلم عنك وعن الفن المصري بشكل عام. انا احييك ان انت قلتي المنظومه كلها، لان سعيد مرزوق اللي هو مخرج فيلم اريد حلا لما اتعرض عليه الفيلم وعرضته عليه فاتن حمامه قال لها انا موافق بس بشرط ان احنا نعيد كتابته، وبدا يروح المحاكم ويتابع كل القضايا ويشوف المشاكل اللي بتحصل على ارض الواقع علشان يتم نقلها بالفعل، وتم كتابه الفيلم مره ثانيه. حسن شاه عملت الكتابه. فاحنا بنتكلم فعلا في منظومه ممكن تغير بشكل كبير جدا جدا من حياتنا. يلا مش هنطول على حضراتكم اكتر من كده، خلينا نبتدي مع حضراتكم اولى فقراتنا، فقرات 8 الصبح. برحب بحضراتكم مرة تانية. نبتدي بقى سريعا فقرتنا الخدمية اللي بنبتديها دايما مع حضراتكم بحالة الجو حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية. اليوم بنشهد ارتفاع في درجات الحرارة لسه مستمرة، حيسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان متوقع أن اليوم بنشهد نشاط على أغلب الأنحاء في الرياض، وده يمكن كتير منا حس فيها من الفجر او ما قبل الفجر، كان في رياح محمله بالاتربه بشكل كبير جدا واضح جدا، والناس اللي هي بتعاني طبعا من الحساسيه اللي عندها مشاكل في الجيوب الانفيه ياخدوا بالهم النهارده، يا ريت كله يلبس كمامات. وكمان هيكون في فرص لامطار خفيفه على مناطق متفرقه وفترات متقطعه بسواحل الشماليه الغربيه. خلينا نعرف المزيد من التفاصيل من ايه اليك ايه. الرياح يا اسماء بصراحه انت بتتكلمي عليها دي كانت بمثابه يعني طاقة أمل كده إنه الجو فعلا ابتدى يتحسن. الهواء أو الرياح الخفيفة اللي هلت علينا الصبح دي ما كانتش سخنة زي بتاعة الأسبوع اللي فات، بس فالجو فيها شوية أتربة برضو فيها لطيفة قوي الحلو ما يكملش. بس بجد الجو النهاردة أحلى بكتير من الأسبوع اللي فات، وخلوني أطمنكم على درجات الحرارة النهاردة في بيان هيئة الأرصاد. تعالوا نشوف مع بعض كده القاهرة النهاردة بتسجل كام درجة. 35 والصغرى 22، يعني بالليل كمان الجو هيكون ألطف بكتير من فترات سطوع أشعة الشمس. والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر عند 36 درجة. دي متوسطات على فكرة معقولة جدا بالنسبة لفصل الربيع. هنتكلم برضو العالمين واسكندرية 26، وبالليل ما بين 18 و19، أظنها يعني أجواء مناسبة كمان للاستمتاع بالسياحة الشاطئية. والجو في مصر بشكل عام وان كان الاسبوع اللي فات بيمر بموجه حاره اكتر من اللي احنا متعودين عليها، وانما الجو في مصر ربيعي معتدل جدا في التوقيت ده من السنه تحديدا. يعني بصوا كمان مدن القناه، اسماعيليه، بورسعيد عند 37، وبورسعيد 28 درجه. ولو بصينا بقى على شرم الشيخ والغردقه اللي بترتفع درجات الحراره فيهم نسبيا مقارنه بالوجه البحري، هنلاقيها بتسجل 40 في شرم الشيخ و39 في الغردقه. هنا بنقول يعني الاجواء حاره شويه في المدن دي. نتجه بقى للوادي الجديد 42، واضح ان الصعيد النهارده حر، يعني احنا كل ما بنتجه كده خلونا نشوف الصعيد والفيوم وبني سويف اخبار درجات الحراره ايه هناك. 36 والفيوم كمان 36، سانت كاترين 30. لكن الصعيد برضو يعني واضح ان هو الحمد لله مش حر قوي، وانما الاقصر عدت ل 40 النهارده، 41 في الاقصر. اسوان برضو واسيوط 38، المنيا 37، يعني كلها في المتوسطات الطبيعية ما عدا نقدر نقول الأقصر وأسوان 41 و42. النهاردة أسوان هي بتسجل أعلى معدلات في درجات الحرارة، لكن برضو أرجع وأقول أنه الجو في مصر حلو قوي، وإنما التغيرات المناخية ابتدت بالفعل تأثر على الأجواء في كل فصول السنة وفي كل دول العالم على فكرة. يعني وأنا بتابع الأخبار كده لقيت أنه دولة زي المكسيك عندهم عدد وفيات قرب من 50، حوالي 48 شخص ماتوا بسبب
بسبب ارتفاعات درجات الحرارة هناك، اللي هي وصلت كام بقى الارتفاعات دي؟ وصلت 34 درجة، دي بالنسبة لهم ارتفاعات أدت إلى إغماءات وحالات وفاة بسبب هذه الارتفاعات في درجات الحرارة، لأنه المتوسط في درجات الحرارة هناك 15 درجة، فبالنسبة لهم دي ارتفاعات كبيرة جدا ما يقدروش يتحملوها وبيسجلوا حالات وفاة. عشان كده بقول لكم احنا الجو عندنا في مصر الحمد لله، يعني ربنا حبانا بهذه النعمة إنه الجو في مصر صيف شتاء حلو، احنا بنحس إنه برد شوية لأنه احنا متعودين على أجواء معينة، لكن بنحس في الشتاء إنه برد شوية أو في الصيف إنه حرر زيادة عن اللزوم، لكن يبقى جو مصر من أجمل الأجواء اللي ممكن أي سائح يجي يستمتع بيها في مصر خلال شهور السنة المختلفة. على كل استمتعوا باليوم، يومكم سعيد يا رب، وتعالوا نشوف المرور النهاردة أخباره إيه، هل في كثافات غير معتادة؟ ده اللي هنشوفه من خريطة جوجل. صلاح سالم النهاردة بيشهد بعض الكثافات في الاتجاه اللي جاي من مدينة نصر أو جاي من وسط البلد، والعكس الاثنين يعني فيهم كثافات ولكنها غير مؤثرة على حركة المرور، يعني دي كثافات متوسطة مش مؤثرة أبدا على حركة المرور في طريق صلاح سالم. بتزيد أو بتظهر كثافات على مسافات ممتدة للجايين من ناحية نفق الأزهر ومسجد الرحمن الرحيم رايحين ناحية مدينة نصر، منطقة كثافات بتزيد شوية بالذات في منطقة التقاطع مع منزل كوبري أكتوبر، وشارع رمسيس زحمة قوي في منطقة التقاطع دي برضو زي ما انتم شايفين كده النهاردة، وده أمر غير معتاد لأنه دايما المنطقة دي بتبقى فيها سيولة مرورية أعلى من كده، فحاولوا تتجنبوا شارع رمسيس وانت رايح ناحية منطقة العباسية. كوبري اكتوبر في الاتجاهين دلوقتي بيشهد سيوله مروريه، فانصح حضراتكم انه ممكن تسلكوا اكتوبر احسن من انكم تنزلوا من اسفل الكوبري، يعني بلاش لطفي السيد وبلاش شارع رمسيس النهارده. وكوبري اكتوبر كمان ابتدت تظهر عليه كثافات لكن في منطقه محدده وهي المنطقه الواقعه اعلى محطه مصر، في الاتجاهين موجوده الكثافات النهارده، بعد ما تعدي المنطقه دي على طول هتلاقي الكوبري بيسير بشكل رائع في الاتجاهين. لو انت نازل بقى من كوبري اكتوبر هتاخد الكورنيش وطالع 15 مايو فالدنيا كويسة في الاتجاه ده، لكن لو انت جاي العكس من ناحية 15 مايو رايح ناحية وسط البلد فالكورنيش زحمة جدا في الاتجاه ده. لو طالع 15 مايو الاتجاهين حركة مرور جيدة وانت بتمر فوق جزيرة الزمالك وانت بتعدي كمان فوق العجوزة في سيولة مرورية عالية في كافة الاتجاهات، الكورنيش كمان عند العجوزة والزمالك حركة مرور جيدة، المهندسين ما فيهاش أي أحجام مرورية. لو انت قررت تطلع المحور رايح 6 أكتوبر عن طريق المحور فالطريق كويس في الاتجاه ده، لكن لو انت جاي العكس من 6 أكتوبر عن طريق المحور مرورا بأسفل الطريق الدائري ففي منطقة كثافات في الاتجاه ده ودي منطقة كثافات معتادة، لكن لو انت ماشي على الطريق الدائري في أي من الاتجاهين فهتلاقي حركة المرور جيدة في الاتجاهين. على فكرة الطريق الدائري من كام سنة بس ما كانش بهذه السيولة المرورية، الطريق الدائري من بعد عمل التوسعة اللي تمت عليه وزاد عدد الحارات عليه فأصبح فيه سيولة مرورية أغلب ساعات اليوم، فبالتالي المنطقة دي تحديدا كنا دايما من 6-7 سنين نلاقي فيه كثافات على الطريق الدائري في مناطق متفرقة، دلوقتي ما بقاش الكثافات دي موجودة وبقى الطريق الدائري خيار ممتاز جدا للي بيتجه حتى من شرق القاهرة لغربها. وعلى غرار ده تم عمل تطوير في طرق كتير جدا في القاهرة الكبرى وبيمتد كمان للمحافظات، يعني في طرق كمان جديدة اتعملت مش بس تم تطويرها، عندنا طريق الإقليمي، عندنا طريق الأوسطي، عن طرق بتوصل المحافظات ببعض، عندنا مشروع تطوير وتوسعة كمان ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي اللي بيمتد من القاهرة حتى أرقين، وده اتعمل بطول 1155 كيلومتر بتكلفة يعني تخطت 40 مليار جنيه. وحبينا نرصد مع حضراتكم حركة المرور على الطريق ده تحديدا بعد أعمال التطوير، هل في كثافات، أخبار السيولة المرورية إيه عليه، وزميلتنا أميمة بدري موجودة هناك وبترصد لنا حركة المرور على هذا الطريق. صباح الخير يا أميمة، تفضلي. صباح الخير يا آية وصباح الخير يا أسماء وصباح الخير على كل مشاهدي برنامج 8 الصبح. احنا موجودين من أمام بوابات القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي لنرصد لحضراتكم كافة التطورات الخاصة بطريق الصحراوي الغربي. الطريق ده بيعتبر من ضمن المشروع القومي واللي بدأ
تطويره من عام 2014. الطريق ده يعني صدقت القيادة السياسية على تطويره وامتداده حتى أرقين، وهو جزء من طريق القاهرة كيب تاون واللي بيمر حوالي بتسع دول إفريقية. الطريق ده مهم جدا. لمزيد من التفاصيل معانا المهندس طارق الجزار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف بالهيئة العامة والطرق والكباري. بنرحب بحضرتك يا فندم على الشات دي ام سي، وكنا عاوزين نعرف التطورات الخاصة بطريق الصحراوي الغربي وأهميته. أهمية الطريق الصحراوي الغربي بتيجي من كونه أحد المحاور الرئيسية اللي بتربط شمال الجمهورية بجنوبها، أحد محاور الأربعة، هم أربع محاور. الطريق ده بيعتبر جزء من طريق القاهرة كيب تاون اللي طوله حوالي أكتر من 10,000 كيلو. دخلنا الطريق ده الخدمة أو مراحل التطوير من أول ما بدأنا في المشروع القومي للطرق من سنة 2014 لتحويله لطريق حر. يعني إيه طريق حر؟ يعني طريق بقى الحركة المرورية عليه مؤمنة تماما في الاتجاهات بالكامل، طريق حر يعني السرعة القصوى عليه 120 كيلومتر في الساعة ومؤمنة تماما. مؤمنة بإيه؟ إحنا في تطوير الطريق، الطريق القديم كان عبارة عن اتجاهين، كل اتجاه حارتين اتنين فقط. طورنا الطريق وعملنا توسيع للطريق الحالي، بقوا ثلاث حارات لكل اتجاه، وعملنا طرق للنقل شاحنات جانبية بعرض برضو ثلاث حارات لفصل حركة الشاحنات عن حركة السيارات اللي الملاكي والأجرة. طيب احنا دلوقتي موجودين، هو الطريق مفروض ان هو طوله 10,288 كيلو متر، كنا عايزين نعرف هل المراحل الاولى وصلت. احنا دلوقتي موجودين في بداية المرحلة الاولى، كنا عاوزين نعرف المراحل بتاعته وطوله واهم ما يميز الطريق. يعني احنا شايفين ان في حارات كتيره جدا خاصه بالنقل الثقيل وبالملاكي، كنا عاوزين نعرف تفاصيل اكتر. الطريق احنا يعتبر خلصنا المرحله الاولى والثانيه منه بطول حوالي 300 كيلو في المسافه من الجيزه لحد القصيه في اسيوط. جاري تنفيذ اجزاء في المرحله الثالثه من اسيوط بقى الى السبعيه الى ادفو الى اسوان لحد تشك. الطريق لما حولناه لطريق حر او دخلناه في مراحل التطوير بتاعته، عملنا الطرق الشاحنات عشان خاطر ربط اماكن التنميه الزراعيه واماكن المحاجر، محاجر الزرع والرمل والرخام في جنوب الجمهوريه باماكن التصنيع في الشمال. فعملنا طرق الخدمه بالكامل بتكنولوجيا الرصف الخرساني لتتحمل الحمولات الزايده على الطريق وتعيش لفترات اطول ان شاء الله. طيب موقف الامان، يعني هل في تكنولوجيا حديثه تم ادخالها على الطريق ولا لا؟ هو الطريق طبعا عشان حولناه لطريق حر فكنا رافعين درجات الامان عليه طبقا للمواصفات العالميه، فصلنا الحركه المروريه عليه تماما بين الشاحنات وبين سيارات النقل وبين سيارات الاجره والملاكي، زودنا الطريق بكل انظمه التامين السلامه وعناصر تامين السلامه من فصل الحركه في كل الاتجاهات بالحواجز الخرسانيه، تزويده بالتخطيط السطحي للطرق لتنظيم الحركه المروريه عليه وفصل الحارات، زودناها بالعواكس الارضيه والجانبيه لتنظيم الحركه ليلا، تم امداد الطريق بكافه انواع العلامات المروريه الإرشادية والتحذيرية والكيلومترية عليه الأرضي منها والعلوي فيها. وأكيد طبعا هيبقى في تواجد لكاميرات المراقبة، لو حضرتك تكلمنا عنها أكتر وإزاي إن الدولة بتهتم بإدخال التكنولوجيا الحديثة على الطرق. والله هو كان في توجيهات من القياده السياسيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بادخال هذا الطريق ضمن مشروع نظم النقل الذكي لمراقبه الحركه المروريه على الطرق اللي هي الاي تي اس، بحيث ان احنا بنراقب الحركه المروريه وبنرفع درجات الامان لتنظيم وضبط الحركه على الطريق. اخيرا دور الطريق في التنميه، كنا عايزين نعرف دوره ازاي هيساهم في التنمية، خاصة ان هو بيربط ما بين محافظات الصعيد وايضا ما بين تسع دول افريقية. الطريق طبعا ضمن او احد عناصر التنميه المستدامه والحديثه في مصر وفي دول افريقيا بالكامل. كونه جزء من طريق القاهره كيب تاون او كونه محور من المحاور الاربعه اللي بتربط شمال الجمهوريه بجنوبها لربط اماكن التنميه الصناعيه الزراعيه السكنيه السياحيه في جنوب الجمهوريه باماكن التصنيع والتصدير في مواني شمال الجمهوريه.
تمام، شكرا جدا مهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف بالهيئة العامة للطرق والكباري على هذه المعلومات. يعني كما تابعنا أن الطريق الصحراوي بيعتبر إطلالة على أرض الواقع، يعني الطريق كان معروف أن هو أو بما يسمى عليه طريق الموت، كل المترددين أو المسافرين عليه كانوا أن هم بيخافوا منه، لكن دلوقتي زي ما احنا سمعنا بتوفرت عناصر الامن والسلامه، وبرضو بتتواجد فيه كافه الخدمات المختلفه من نقاط الاسعاف، من محطات البنزين، نقاط النجده، يعني طبعا بيوفر كافه عناصر الامن والامان. وبرضو زي ما احنا سمعنا ان في تكنولوجيا حديثه وهيبقى فيه عناصر مراقبه، فده يعني كافي جدا. واخيرا ان هو بيعتبر شريان للتنمية، وده بيدل ان في طفرة واضحة جدا وكبيرة بيشهدها قطاع الطرق والكباري في مصر. دي كانت كافة التفاصيل هنا، وشكرا لكم وعودة مرة اخرى في الاستوديو. شكرا لكي أميمة بدري زميلتي العزيزة، رصدت لنا أعمال التطوير من الطريق الصحراوي الغربي وواحد من الطرق اللي كان بيبقى عليها حوادث كتير، كتير من الأسر والأهالي بيفقدوا ذويهم على هذا الطريق. دلوقتي الحمد لله نسب الحوادث في كل الطرق في مصر قلت بنسبة كبيرة جدا، بالإضافة طبعا للتنمية بحركة التجارة الداخلية. أي مستثمر، أي صاحب مشروع، أي صاحب مصنع بيدور على الطرق، فين الطريق اللي همشي عليه، اللي هيجي أو العمالة هتروح وتيجي عليه، اللي هنقل عليه أو من عليه البضائع والخدمات بتاعتي. ده واحد من الطرق يعني اللي حبينا نرصدها لحضراتكم. على مدار الأيام اللي جاية أكيد هنرصد مع حضراتكم طرق مختلفة في جمهورية مصر العربية. خلونا دلوقتي نتابع معكم متوسط الأسعار للخضروات والفواكه وكمان مواعيد الصلاة. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget. وان انا هنام على ظهري، هاتني رجليا زاوية 45 درجة كده، بحط ايدي على الارض من الوضع ده، هزق وسطي اعلى حاجة اقدر عليها وانزل تاني بالراحة. هزق وسطي اعلى حاجة اقدر عليها وانزل تاني بالراحة. اللي اصعب منه سنة هو ان انا ما اطلعش مرة واحدة بجسمي كله، ان انا اجزأ العمود الفقري فقرة فقرة، بداية من الوسط لحد اعلى فقرة ممكن تطلع من على الارض من العمود الفقري. هبدأ براحة اغير مستوى وسطي، شكل وسطي، وبعدين ازق وسط العضلات الفقر الظهر السفلى الوسطى لحد اعلى حاجة، ولما اجي انزل هبدأ انزل من فوق لتحت.
بالراحه جدا لحد تحت. ده بيحتاج درجه تحكم اكبر، بالراحه جدا اعكس شكل وسطي، اطلع اعلى حاجه عندي وبعدين ابدا انزل تاني بالراحه. التمرين ده مهم جدا 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 لاي حد عنده مشاكل في ظهره، بيساعد على ان هو ما يبقاش عنده اوجاع، وبيمرن عضلات الظهر السفلى وعضلات الرجل الخلفيه اللي بتساعد على فرد الوسط. برحب بحضراتكم مره تانية، وخلاص العد التنازلي، كل سنه وحضراتكم طيبين. نتكلم خلاص العيد الاضحى، يعني اقل من شهر خلاص. طبعا في الفتره دي كلنا بنبقى عندنا العديد من المشاغل، واهمها ان بنبتدي كل واحد يبتدي البحث في رحله البحث عن الاضحيه، ولازم نتاكد انها موجوده متوفره والاسعار تبقى كويسه، وايه الحاجات اللي لازم تبقى متوفره فيها. فالدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه اكد ان هيتم طرح 20,000 رأس ماشية طازجة، وده تم استيرادها بمنافذ التوزيع، وهيتم واللي وصل عددها ل 1500 منفذ، وده هيكون متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية، الشوادر، السيارات المتنقلة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك كل سنة وحضراتكم طيبين، كمان هيتم طرح 5,000 رأس دقن مبردة من خلال تلك المنافذ. كل سنة وحضراتكم طيبين. مهم جدا طبعا في الفترة دي ان احنا نطمن حضراتكم ان هيكون متوفرة، هتكون اسعارها ان شاء الله متناسبة، وسواء كل واحد بقى على قدر إمكانياته وعلى قدر طبعا مقدرته، لكن إن احنا نسعى وإن احنا نعمل الخير وإن احنا نحتفل بالتأكيد بالعيد. كل سنة حضراتكم طيبين، حاجة جميلة جدا. كل سنة طيبة وإنتي طيبة وبخير يا أسماء. وبيصعب عليا بجد قوي قوي ما بنقول العيد بقى وأجازات، وبيصعب عليا طلبة الثانوية العامة قوي. ليه؟ لأن امتحاناتهم جاية يوم 10 والعيد تقريبا 16 أظن يا أسماء، فيعني هم هيعيدوا وهم بيذاكروا، يعني بس ربنا يهون عليكم. هي سنه واحده في الحياه هتعدي عليكم كده، هي كلنا كنا كده، وانتي لسه محمله ذكريات الثانويه العامه. الموضوع ما عداش عليكي بسهوله يعني. فالخبر اللي جاي معانا عن الثانويه العامه وعن بقى ارقام الجلوس وبشاير كده امتحانات الثانويه العامه. وزاره التربيه والتعليم اعلنت عن اتاحه البيانات الخاصه بطلاب الشهاده الثانويه العامه، اللي هي رقم الجلوس واللجنة اللي هتمتحن فيها والمواد الدراسية اللي هتمتحنوا فيها وجدول الامتحان، وده هيكون بكرة إن شاء الله الثلاث الموافق 28 مايو 2024، في إطار الاستعدادات اللي بتتم من الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة للعام الدراسي 2024. من المقرر أنه الامتحانات هتبدأ يوم 10 يونيو المقبل، يعني قبل العيد بكام يوم كده. والوزارة كمان قالت انه هيتم تسليم بطاقات ارقام الجلوس للمديريات التعليمية النهاردة الاثنين الموافق 27 مايو 2024، تمهيدا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس بكرة الثلاث الموافق 28 مايو 2024. قالت الوزارة انه الطالب يقدر يستعلم عن رقم جلوسه ويحصل عليه من خلال انه يروح للمدرسة مباشرة، المدرسة بتاعته اللي هو مقيد فيها، ويحصل على رقم الجلوس بتاعه بدون طبعا اي مقابل مادي وبدون اي مبالغ مالية، ما بيدفعش طبعا اي حاجة. او ممكن كمان من خلال الموقع الالكتروني. الوزارة قالت كمان ان هي انشأت موقع الكتروني، موقع موجود قدام حضراتكم على الشاشة، يقدر الطالب يدخل عليه ويقدر منه ان هو يحصل على رقم جلوسه فور الاعلان عنه. يعني تقدر عندك الاختيارات متاحة قدامك، يا اما تروح المدرسة اللي انت مقيد فيها تجيب رقم جلوسك بدون ما تدفع ولا مليم طبعا، او ان انت تدخل على الموقع الالكتروني اللي ظاهر امام حضراتكم على الشاشة، وده موقع تابع لوزارة التربية والتعليم، وتقدر تحصل على رقم الجلوس. طبعا مستمرين مع حضراتكم في متابعة كل ما يخص موسم الحج. كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يا رب يكتبها لكل مشتاق بالتأكيد. ويمكن امبارح كنا بنتكلم على ايه أهم الأوراق اللي لازم تكون موجودة معاكم، ايه أهم الحاجات اللي لازم تتأكدوا، الأدوية، اللبس، ايه المحتويات اللي انتوا لازم تاخدوها أو كل الناس تاخدها وهي مسافرة. طبعا في الوقت ده الناس كلها بتبقى قلقانة كمان، ايه الحاجات اللي ممكن لا قدر الله قد تفسد الحج، ايه الحاجات المحظورات اللي لازم ناخد بالنا منها، ايه الحاجات اللي لازم نعملها قبل الاحرام، وايه الحاجات اللي لازم نحافظ عليها اثناء الاحرام. وطبعا بالتاكيد مفيش جدال ولا فسوق ولا رفض في الحج طبعا بالتاكيد. فاحنا بنتكلم في حاجات كتير جدا، هنحاول ان احنا نتعرف على بعضها ونسهلها لحضراتكم، ايه الممنوعات اللي
لا قدر الله قد تفسد الحج، وايه الحاجات المفروض نعملها؟ معانا على التليفون دكتور السيد عرفه، عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك استاذه اسماء وبالساده المشاهدين، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا واياكم حج بيت الحرام وزياره النبي المصطفى عليه الصلاه واتم السلام. يا رب جميعا، يا رب يكتبها لكل مشتاق. وخلينا نتكلم على ايه اهم الحاجات اللي نبقى الواحد حريص عليها ان هي ما تحصلش، عشان لا قدر الله ممكن تفسد الحج. اتفضل. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونحن في هذه الأيام المباركات أفضل أيام الدنيا على الإطلاق إن شاء الله رب العالمين، هتيجي علينا اللي هم العشر الأوائل من ذي الحجة اللي هم فيهم المناسك، يعني في هذه الأثناء وفي هذه الأيام حجاج بيت الله الحرام يحضرون ويجهزون أنفسهم للمناسك المقدسة والمشاعر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم يا رب العالمين. آمين يا رب. طيب، في حاجة حضرتك ذكرتيها اسمها محظورات الإحرام. أيوة. يعني محظورات، يعني حاجات محظورة على الحجيج اللي هم المحرمين ان هم يعملوها بعد الإحرام. أيوة. الإحرام اللي هو يعني هجاوز الميقات، اللي هو وانا راكب الطيارة بتاعتي بسمعهم بيقولوا احنا الآن امام الميقات، او راكب العبارة او السيارة بيقولوا لي احنا بمحاذاة الميقات. يعني ايه بمحاذاة الميقات؟ يعني خلاص احنا دخلنا في مناسك الحج. تمام كده؟ تمام. في حاجات اسمها المحظورات، من المحظورات دي ان ما ينفعش للمحرم ازالة شيء من الشعر او الظفر. طيب، واحد هيقول لي طب يا عم الشيخ لو سقط مني شعراية مثلا لما رحت للفندق وسقط مني شعراية بدون قصد او اي شيء وانا بعمل شعري، او مثلا حطيت صباعي بقي وقطمت احد اظافري وانا ناسي او ما اعرفش الحكم، هقول له لا شيء عليك. تمام. تاني حاجة ان انا ما ينفعش ان انا احط طيب يعني برفيوم، يعني عطر في البدن او الثوب، الكلام ده بعد المحرم، انما قبل ان احرم مفيش. أيوة. مجال. أو لازم، لأن معلش السؤال هنا، أيوة، أتطيب قبلها سواء كنت رجل أو سيدة ولا لا ممنوع؟ لا، ما أتطيب قبل الإحرام، إنما بعد الإحرام عظيم. حضرتك ما ينفعش. مفهوم. الإحرام إن أنا لبست ملابس الإحرام، الطيب حضرتك إن أنا أحط طيب على جسدي بعد ما أخذ الشاور بتاع الإحرام. سيدنا السيدة عائشة. أيوة. كانت بتطيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتضع الطيب وترى الطيب على جسد سيدنا رسول الله، الكلام ده قبل ما يعمل إيه؟ قبل ما يلبس ملابس الإحرام، إنما أيوة. بعد ما أحرم لا. خلاص. ما ينفعش. هاي. ماشي. تمام كده هو؟ تمام. طيب، ده الكلام ده للست وللراجل. طيب، من المحظورات برضو ان انا ما ينفعش اتعرض للصيد البري في الحرم بالقتل او التنفير، اللي هو زي الحمام مثلا اللي بنشوفه في الحرم. وما ينفعش اعين حد انه يؤذي الصيد ده او اقتله. عظيم. تمام. طيب، من المحظورات ايضا ان انا ما ينفعش اقطع شجر الحرم او نبات الحرم الاخضر، دي اسمها كلها محظورات الاحرام. في حاجة كمان، واحنا اثناء الطواف والكلام ده كله ممكن الواحد يلاقي شنطة ولا حاجة، دي اسمها في الدين لبطة، ما ينفعش ان انا اخدها من مكانها، سواء كانت شنطة، نقود، ذهب، فضة، تليفون، اي حاجة ما ينفعش ان انا اخدها، وانما في حضرتك في امن، وفي حاجة اسمها الامانات. يعني اخدها اوصلها للامانات، لكن ما ينفعش باي حال من الاحوال ان انا اقول ان دي الشرطه كتيره جدا هناك، فحضرتك تقولي للشرطي المختص في شنطه ايه ما اعرفش بتاعت مين. أيوة. او حاجه انا لقيتها او حد اداني حاجه وانا نسيتها، فالحاجه دي موجوده في المكان ده ما اشيلهاش منه، دي اسمها اللقطه. عظيم. كمان من المحظورات ما ينفعش المحرم يغطي راسه. ايوه. تمام. طيب، في حاجات برضو المرأة، في حاجات خاصة بالمرأة، ما ينفعش المرأة تلبس القفازين. طب معلش، بالنسبة لغطاء الرأس، معلش، تعتبر الشمسية اللي هي في شمسية بتتلبس كده دي وتعتبر غطاء للرأس؟
لا الشمسية لا، ليه؟ لأنها مش زي الغطرة أو العمامة اللي بتتلبس، الشمسية مش ماسكة في الرأس. يعني إنما ينفع إن أنا أمسك شمسية، إنما ألبس غطرة مثلا، أحط حاجة على راسي، مفهوم، كاب، الكلام ده كله ما ينفعش. مفهوم. إنما لو شمسية مفيش مشاكل. ليه؟ لأنها خارج حدود البدن خالص، ملهاش علاقة بالبدن. مفهوم. تمام كده؟ طيب عندي حاجات خاصة بالمرأة بقى. أيوة. المرأة ما ينفعش تلبس القفازين اللي هم في يديها الجلافز، ما ينفعش إن هي تلبس القفازين ولا تستر وجهها بالنقاب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. تمام كده أهو؟ معلش سريعا بس عشان وقتنا، أنا بستأذن حضرتك بس سريعا في نقاط كده قصيرة جدا، اتفضل. اتفضلي. اتفضلي حضرتك. لا بقول لحضرتك في نقاط قصيرة بس، الحاجات اللي تفسد للمرأة. للمرأة هي ما ينفعش نفس الحاجات بالنسبة للراجل، ولكن أيوة. هنزود عليها لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني ما ينفعش إن هي تحط الطيب على جسدها، ما ينفعش إن هي تقتل صيد الحرم، ما ينفعش إن هي تقطع شجرة. كل اللي هو ممنوع عن الرجل بلوطة. ولكن زيادة القفازين وتغطية الوجه، صح كده؟ أحسنت. ولا يجوز الجماع للرجل والمرأة، ولا يجوز لبس المخيط على الجسم بالنسبة للرجل. للرجل. أما المرأة بتلبس أي حاجة، تمام كده؟ تمام يا فندم، شكرا دكتور سيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وربنا يا رب إن شاء الله يكتبها لكل مشتاق. نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. بجدد التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين متابعة لأهم الأخبار من الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم، وضيفتنا النهاردة هتشاركنا قراءة تفاصيل هذه الأخبار الأستاذة مروة مرسي رئيس قسم المحافظات بجريدة الوطن. أهلا بيكي مروة. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير أستاذة أسماء. البداية من الوطن، الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة المواني، والرئيس قال إنه هدفنا تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية اللي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري واللوجستيات وتجارة الترانزيت. بالأمس طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن تطوير المواني المصرية بما يعني يتوافق مع البنية الأساسية اللي بتقوم بيها مصر خلال الفترة السابقة، وتحقيق تنمية للدولة بشكل كامل وتوفير فرص عمل. طيب المواني، قطاع المواني بيمثل أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها القومي والاجتماعي. قطاع المواني مش بس بيخدم المواني، ده كمان بيخدم كافة القطاعات، هو نقطة التحرك الأولى لحركة التجارة بشقيها الصادرات والواردات. كمان مصر كمان حجم السلع المتداولة عبر العالم 11 طن سنويا، 11 مليار طن سنويا حول العالم عبر الممرات المائية. فاحنا بنتكلم عن أهمية قصوى للمواني المصرية، بنتكلم عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي عالمي للنقل البحري واللوجستات وتجارة الترانزيت. نتكلم كمان انه في توجه من القياده السياسيه لتطوير القطاع المواني بما يعني يتوافق مع حوالي بنستهدف 100 كيلومتر في عام 2030، زياده عدد الارصفه ل 100 كيلومتر في عام 2030، ده توجه الدوله نحو تطوير المواني المصريه طبعا لدعم حركة التجارة، توفير العملة الصعبة، زيادة عدد الأرصفة. مصر بتتميز بموقعها الجغرافي، بتطل على البحر الأبيض والمتوسط وكمان تربطهم قناة السويس. مصر في قلب القارة الأفريقية وأوروبا وأسيا في 3 قارات، فطبعا بتتميز بموقع مهم جدا، موقع جغرافي بيساعدها ان هي تكون حركة مركز إقليمي عالمي للنقل البحري واللوجستات وتجارة الترانزيت. طيب بنكمل مع الوطن وملف خاص صفحة 4، بنتكلم في قضية مهمة جدا، قضية الوعي، الرائدات الريفيات ذراع الدولة في نشر الوعي، مناقشة 12 قضية لخلق مجتمع سوي
تنشئه جيل جديد مستنير. هدى، نحن همزه الوصل ما بين القيادات والمسؤولين والناس في الشارع. شيماء، بنهتم بتمكين الاسر الاولى بالرعايه، بنتكلم على ان الرائدات دول قدروا ان هم يساهموا في رفع الوعي المجتمعي لاكثر من 3 مليون أسرة، أرقام كبيرة جدا الحقيقة. التضامن 15,000 رائدة ريفية لرفع وعي الأسر وضبط السلوك المجتمعي. خلينا نتكلم أو ننطلق من همزة الوصل ما بين القيادات والمسؤولين والناس في الشارع الرائدات، وفي نفس الوقت الرقم الضخم 3 مليون أسرة قدروا يوصلوا لهم. طيب، موضوع الرائدات الريفيات ده موضوع مهم جدا. اولا طبعا بحيي زميلي كريم روماني على هذا الملف، لان التضامن الاجتماعي لما يكون فيه عندنا، وصلنا الان 15,000 رائده ريفيه في مصر. يعني احنا هنا بنتكلم عن تغطيه كبيره جدا لكرة مصر في الريف المصري وفي الصعيد المصري. احنا بنتكلم عن سيده بتكون بتمتلك قياده، عندها مهارات للتواصل، مدربه على القضايا المجتمعيه، هي بتهتم بقضايا المجتمع بصفه عامه وقضايا المراه بصفه خاصه. بتكون هي عباره عن سر المراه، يعني في خصوصيه بينها وبين السيده الريفيه اللي بيتم الحديث معاها او التواصل معاها بشكل دائم. بنتكلم عن 100 زياره شهريه للرائده الريفيه، اللي بتحاولي يعني كل رائده ريفيه بيكون مسؤوله عن 200 اسره بتتعامل معاهم، بتتكلم في 12 قضيه مجتمعيه، او انا من وجهه نظري بسميها الظواهر السلبيه في المجتمع. هي اللي بتقوم بدور مناهضه الظواهر السلبيه، وهي زي ما حضرتك اشرتي ان هي حلقه الوصل ما بين المؤسسات وما بين السيده. يعني هنا هي عندها مشكله مثلا فيما يخص التعليم، فهي حركه الوصل ما بينها وبين قطاع التعليم. هي حركه الوصل فيما يخص مثلا تكافل وكرامه، هي حلقه الوصل مع التضامن الاجتماعي. ده دور مهم جدا وتوعوي. مصر دايما كانت بتعاني من الوعي، فاحنا حاليا بيتم وعي السيدات والمراه الريفيه. من القضايا خطوات التربيه الايجابيه للطفل كمان طبعًا. من القضايا المهمه جدا تمكين المراه اقتصاديا بشكل كبير برضو، من الزواج المبكر الناس طبعًا. وده مع يعني كانت من الظواهر السلبيه الموجوده في الكره المصريه، واللي دايما كانت الدوله بتحاربها. كمان التعريف بالمبادرات الرئاسيه اللي بتقوم بيها الدوله، يعني زي مثلا الحفاظ على صحه الانجاب، الاهتمام بالمراه والطفل وهي مثلا في شهور الحمل. فدور الرائده الريفيه مهم جدا. كمان انه يكون في تطوع، فكره خدمه المجتمع دي خدمه مهم، يعني حاجه قضيه مهمه جدا ان تكون المراه قادرة على انها تتطوع لخدمة مرأة. ألف رائدة ريفية. طبعا بنتكلم عن 15,000 رائدة ريفية، بنتكلم ان هي كمان 200 اسرة. يعني كمان انا يعني قريت بعض الحكايات لرائدات الريفيات بيتكلموا ان هم بتكون في خصوصية بيننا وبين المرأة الريفية في التعامل وفي السرية في المعلومات. طبعا الختام من اليوم السابع نتكلم على دور مصر في دعم القضية الفلسطينية. مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي غزة، ومشاركة مصر مع الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات للتخفيف من معاناتهم الغير مسبوقة، مساعدات ومواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. طبعا الأوضاع في فلسطين مأساوية للغاية، يعني حتى في الليلة الماضية دي على طول قصف مستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمات النازحين في رفح، عشرات الشهداء في ليلة واحدة أغلبهم طبعا من الأطفال. ولكن موقف مصر ثابت، موقف مصر على مدى التاريخ موقف مهم جدا، سواء في إيصال المساعدات أو موقف السياسي كمان، يعني محاولة العودة مرة أخرى إلى المفاوضات، خاصة بعد الموقف الدولي والقانون الدولي بمطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة. وخليني أخد من آخر كلامك يا أستاذة آية وأقولك أنه من بعد موقف الدولي وإسرائيل بتبدأ هجمات شرسة، يعني كأنها بتعاند في الموقف الدولي بشكل كبير، وأن هي بترد بعنف. إحنا ساعات قليلة مثلا، من قبل ساعات قليلة بنتكلم عن هجوم حاليا في تل السلطان في مدينة رفح، زي ما حضرتك أشرتي لي الاستهداف الأول، الاستهداف كان للعقارات والمباني، دلوقتي الاستهداف لمخيمات النازحين. نتكلم في 100,000 نازح راحوا لتل السلطان وبيتم دلوقتي قصفهم، أعداد قتلى وجرحى. رغم أنها منطقة آمنة،
المفترض ان هم يعني تم يعني وعدهم بان هم يقوموا بالنزوح اليها وهيكونوا في منطقه امنه. وبالعكس يعني اسرائيل بترد على الموقف الدولي بوقف اطلاق النار الفوري والهجمات الشرسه والعنيفه على مدينه رفح الفلسطينيه. خلينا نقول فيما يخص الموقف المصري الثابت والفعال والقوي والذو حكمه شديده، موقف مصر ثابت زي ما اشرتي وما كل الناس وما زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشير لدوت انه موقف مصر ثابت وقوي والموقف الشعبي متوافق جدا وداعم للموقف السلطه او موقف القياده السياسيه المتمثله في الرئيس. بالامس طبعا حدثت كمان مش بس المساعدات او الانسانيه اللي يعني تم نزولها من القوات الجويه للدول على قطاع غزه، دي كمان بالامس دخلت 123 شاحنه في معبر رفح كرم ابو سالم يعني للدول، بعد طبعا التواصل اللي تم ما بين الرئيس السيسي والرئيس الامريكي بدخول المساعدات الانسانيه والمساعدات الطبيه لقطاع غزه. بنتكلم في 35,000 قتيل حتى الان منذ بدء الحرب، بنتكلم في 80,000 جريح حتى الان، 35,000 شهيد طبعا، اغلبهم من النساء والاطفال. بنتكلم عن ماساه انسانيه وكارثه يعني بكل الطرق، بنتكلم عن مجازر بتحدث كل ساعه. شكرا ضيفتنا الكريمه الاستاذه مروه مرسي رئيس قسم محافظات جريده الوطن، شرفتينا وافدتينا. شكرا لوجودك معانا. لحظات ونستكمل مع حضراتكم باقي فقرات 8 الصبح. بالتأكيد الدولة بتهتم بشكل كبير جدا جدا بالعديد من المبادرات وبكل الوسائل لحماية الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا أو الأسر بشكل كبير. ده بيبان أو بيبقى أكثر وضوحا لما نستعرض الميزانية، وخصوصا بنتكلم على الميزانية الجديدة للعام المالي الجديد. لما نبص ونشوف هنلاقي أن تم مضاعفة المخصصات المالية الخاصة لصالح الطبقات الاجتماعية الأولى بالرعاية، وطبعا تم استهداف ذلك من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024-2025. تم دعم الصحة والتعليم والعديد من المبادرات، القروض الميسرة للإسكان الشعبي، الإقراض الميسر للأسر الفقيرة. يعني نتكلم في العديد من الملفات. خلينا نلقي الضوء على بعضها من خلال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، شرفنا في الاستوديو. أهلا بحضرتك وصباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. اهلا بك ست نائب. يعني وفق ما اعلنه وزير الماليه عن مخصصات دعم الحمايه الاجتماعيه، هنتكلم في زياده حوالي 20% عن الموازنه بتاعه السنه اللي فاتت، كانت 635 مليار واكثر يعني من كده شويه، مقارنه ب 529 مليار السنه اللي فاتت. فالفرق والزياده دي بتعكس انحياز الدوله للمواطن المصري خاصه الاكثر احتياجا. ايه بقى مخصصات الحمايه الاجتماعيه وبنود الحمايه الاجتماعيه في الموازنه الجديده؟ طيب احنا بس في البدايه بنقدر نقول ان فعلا زي ما سيادتك تفضلتي وزي ما قال وزير الماليه بشفافيه شديده، بعد مراجعه الموازنه العامه الحقيقه في مجلس النواب على مدار جلسات طويله جدا بخلاف الجلسه العامه اللي القى فيها البيان المالي، وتاكدنا نحن نواب الشعب ان الحكومه لديها الوعي الكافي بما مجريات الامور ولديها القدره الحقيقيه على انها توصل هذه الحقيقه نقدر نقول هذه المخصصات الى مستحقيها. كل هذا ادى لان احنا نقول بشكل مباشر صحيح الموازنه السنه دي اكبر، هي الاكبر في تاريخ جمهوريه مصر العربيه على الاطلاق. المخصصات بها اكبر بكثير. نلاقي بنود الحمايه الاجتماعيه واضحه جدا وكبيره جدا، لانها مثلا وصلت ل 636 مليار جنيه مصري دعما بيستفيد منه حوالي 60% وهي الناس الاكثر احتياجا في جمهوريه مصر العربيه. سلع غذائيه حقيقيه بتدعم، سلع اساسيه زي الرز والسكر والزيت والخبز بالتحديد. كمان المواد البتروليه طبعا، عشان نقدر نقول ان البترول اللي عارفين احنا ان سعره ارتفع في العالم كله، وطبعا عندنا احنا ارتفاع في سعر العمله، انخفاض سعر العمله وبالتالي الدولار اصبح سعره اكبر. كل هذه المعطيات ادت الى ان الدوله تكون حريصه اكبر على المواطن الاكثر احتياجا او المواطن البسيط او الطبقه المتوسطه واحنا نازلين فيما تحت، عشان تقدر تواجه ازمات الحياه. فتم رفع الحقيقه المخصصات بشكل كبير جدا هذا العام بشكل غير مسبوق، ونقدر نقول ان احنا عندنا مثلا حوالي 144 مليار واكثر لحته الخبز بس والسلع الغذائيه بس، زياده عما كان سابقا. كمان عشان نقدر نواجه ما تفضل به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بان هو رفع الحد الادنى للاجور
50% دفعه واحده اللي عشان نوصل ل 6000 جنيه حد ادنى لاجور موظفين عاملين بالدوله والهيئات الاقتصاديه، وتم التوجيه ايضا الى التزام القطاع الخاص بذلك. هذه الزياده الكبيره اللي بلغت حوالي 885 مليار جنيه زياده على الموازنه العامه، هذه الاعباء الثقيله جدا تم فحصها لكي نكون متاكدين الدوله سوف تقوم بايه بتسديدها بشكل مباشر، وبالفعل تأكدنا من ذلك في المجلس، وهي الحقيقة دفعة طيبة جدا. وهنشوف كمان أجور زايدة في الموازنة الجديدة بدءا من 1 يوليو إن شاء الله من 1000 ل 1200 على حسب الدرجة الوظيفية كمان لكل موظفين الدولة وهيئات القطاع الاقتصادي. كل هذا يبشر ويقول أن الموازنة الجديدة الحمد لله فيها دفعة حقيقية غير مسبوقة، فيها حوالي 30% زيادة عن الموازنة الماضية، بنواجه كثافة سكانية قوية جدا وبالتالي طبعًا بنعمل حساب ده. طب خلينا نتكلم بقى على قطاع قطاع، يعني مثلا ناخد قطاع زي الصحة وقطاع زي التعليم، ايه الزيادة في مخصصات التعليم، ايه الزيادة في مخصصات الصحة والمبادرات كمان المتصلة بيه؟ طيب احنا لو كلمنا عن الصحة، الصحة السنة دي حوالي 496 مليار جنيه دعما للصحة، وهي الأكبر برضو في تاريخ مصر الحقيقة، يعني احنا داخلين على نص تريليون جنيه دعم لقطاع الصحي تحديدا، وبالتالي سوف يكون هناك تحسن كبير وملحوظ جدا في هذا القطاع بشكل كبير. اما التعليم هو الذي قفز القفزه الكبيره جدا، يعني الصحه زادت حوالي حاجه 20%، انما التعليم 45% زياده الحقيقه، عشان يبقى في عندنا دعم لاول مره 858 مليار جنيه للتعليم في جمهوريه مصر العربيه، وده رقم غير مسبوق طبعاً. وبيقول ان القياده السياسيه بتعول في المرحله القادمه على مستوى التعليم، ولا سيما التعليم الجامعي والتعليم المتوسط والتعليم ال 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 في اوجه بعينها نقدر نتكلم على هذه المخصصات، يعني هيتم يعني تخصيصها ليها. احنا عايزين نفرق بين حاجتين مهمين جدا، التعليم، واديني قلت الرقم بتاعه 858 مليار، وده رقم ضخم جدا عشان في ناس بتقول كده يبقى انا شغالين على البحث العلمي، البحث العلمي له رقم اخر وتم زيادته ايضا الى 140 مليار جنيه بعيدا عن التعليم خالص. اما فيما تشدو اليه الدوله وتقول انه سوف يكون هناك هذه الزياده في الكليات الحديثه، الكليات التطبيقيه وليس الكليات النظريه، يعني هناك تطوير سوف يتم على الكليات النظريه بلا شك، ومخصصاتها زي ما هي لم تمس، بل بالعكس تم اضافتها، ولكن الطفره موجوده في الكليات العمليه عشان نقدر نقوم الصناعه في البلد، نقدر نطور عمليه الاقتصاد الزراعي، ونقدر نقوم بما يتوافق مع اليات السوق وسوق العمل، لان احنا الحقيقه بننفق بشكل كبير جدا، وعاده زي ما انتم عارفين احنا عندنا عجز في الموازنه العامه للدوله، الحكومه لديها خطه جيده لانها توصل لعام 27 ب 80% تخلص على 80% من ديون مصر، ودي خطه طموحه جدا وجيده، وانا بقول لسيادتك وبنستهدف 5 وشويه معدل نمو هذا العام، وبالتالي احنا بنتكلم على نظره ايجابيه. طبعا ما فيش شك ان العديد من المبادرات الرئاسيه كان لها الدور في ده، لان احنا شفنا مبادره ابدا لتوطين الصناعه فرقت معانا كتير جدا الحقيقه، يعني دخلت حوالي 460 مليار جنيه في هذه المبادره الرئاسيه، عملت تطور كبير جدا، هذه المبادره عملت حوالي 60% مما تم انفاقه في الصناعه في مصر في مبادره سريعه جدا لن تتعدى العام حتى الان. احنا بنتكلم على وجهه نظر حكوميه جديده، بنتكلم على اهتمام من القياده السياسيه مباشر بالمواطن الاكثر احتياجا، بنتكلم على استهداف كبير جدا لتوطين الصناعه المصريه والاهتمام بالسياحه ثم الزراعه، وشفنا السيد الرئيس عاده وابدا في الاحتفالات الاخرانيه كلها حتى الاهتمام بالزراعه ومعدل النمو الزراعي اللي بقت مصر عليه وخطه مستقبل مصر اللي احنا زودنا الرقعه الزراعيه بتاعت مصر، يعني مصر كانت الحقيقه 10,000 سنه اللي فاتوا في العشر سنين اللي فاتت بس زودنا كانت 2 مليون فدان، زود بنستهدف 4.2 مليون، فاحنا بنزود في 10 سنين اكثر من 50% من الرقعه الزراعيه المصريه اللي كانت على مدار 10,000 سنين ماضيه. لو حبينا نتكلم على انعكاسات هذه الزيادات في مخصصات سواء الحمايه الاجتماعيه، الصحه، التعليم، البنود المختلفه في الموازنه الجديده للدوله المصريه، اللي بيتفرج او المواطن المصري العادي بيسمعها كارقام، احنا بنقول له كارقام، هو بيدور على انعكاساتها، انا هتاثر ازاي السنه الجديده اللي هتبدا دي بالموازنه الجديده بزياده المخصصات للبنود الاساسيه في حياه المصريين، انعكاساتها هتكون ايه على المواطن المصري؟ طيب اولا احنا لما بنتكلم على طفره عالميه في زياده الاسعار وزياده سكانيه كبيره جدا في جمهوريه مصر العربيه، علاوه على استهداف او استضافه المصريين لحوالي 9.5 مليون مغترب يعيش على ارض مصر كضيف، الحقيقه كل هذه الارقام الضخمه، يعني احنا بموازنتنا
هذه الموازنة الكبيرة هذا العام بنواجه حوالي 130 مليون إنسان عايش على أرض مصر. هذا الرقم الضخم جدا عشان أقدر أوفر له الأمن وأقدر أوفر له الرعاية الصحية علاوة على التعليم علاوة على الطرق والخدمات التي تتم على الطرق كل هذه البنية التحتية طبعا مفيش شك. كل هذه المستهدفات الحقيقة كبيرة جدا وبالتالي كان لها الأثر الكبير جدا. المواطن المصري نقدر نقول له أنت دخلك بشكل مباشر بقى لو بتتكلم على الاستهداف المباشر للمواطن الأجور زادت السلع التموينية زاد الدعم عليها وبالتالي لن يكون هناك غلاء في هذا العام لهذه السلع بل بالعكس بعد رقابة الأسواق واللي تم في الحوار الوطني وما تم الحقيقة من أفكار جيدة جدا للسيطرة على هذه السوق العباسية اللي كانت الفترة اللي فاتت الحمد لله النهاردة استهدفناها وقلت مبادرة البنك المركزي وتثبيت سعر الدولار ورفعه وتركه لهذه الحرية الاقتصادية الكبيرة كان لها الأثر أن المستوردين بتوعنا يقدروا يسعروا بشكل محترم مش مجازف ومش مبالغ فيه وبالتالي يقع المواطن المصري فريسة لذلك هذه الإجراءات الحكومية المدروسة كان لها الأثر في خفض الكثير من السلع ولا سيما السلع الكهربائية والعربيات وما شابه شفنا انخفاض في بعض السلع ملحوظ جدا شفنا المراقبة على أسواق أدت إلى ارتفاع إلى انخفاض سعر الخبز إلى 25% مما كان عليه احنا شفنا كان رغيف الخبز السياحي وصل مش عارف الرقم مش عايز اقوله وصل 400 خضينا يعني كان في جنون طبعا جنون في الاسعار وكان هناك الحقيقه تخوف كبير جدا من الكثير من التجار مش هقول جشع ولكن كان تحوط اكثر مما يجب واستهداف الربح على حساب المواطن البسيط بالتحديد. شكرا سياده النائب ايمن محاسب عضو مجلس النواب شرفتنا وافدتنا يا فندم شكرا لوجود حضرتك معانا. مبادرات صحية مختلفة بتطلقها الدولة منذ بداية الإعلان عن 100 مليون صحة والاهتمام بصحة المواطن المصري من كل الأمراض يعني كانت طفرة كبيرة جدا القضاء على فيروس سي الكشف عن الأمراض المزمنة صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي وعلاج عشرات السيدات خاصة مع اكتشاف الأمراض في مراحل مبكرة منها. وهنا النهاردة هنتكلم عن المبادرة الرئاسية لعلاج الأورام اللي بتشمل عدد أو أنواع معينة من السرطانات زي سرطان الرئة القولون الكبد البروستاتا عنق الرحم وطبعا الثدي وده كان في المبادرة الأولانية خالص لصحة المرأة. ازاي الدولة بتهتم طبعا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان التشخيص المبكر الى اي مدى بيساهم في زيادة فرص العلاج من السرطان وطبعا العلاج والكشف بيتم بالمجان وكمان بيتم انشاء مراكز جينية لعمل فحص مجاني واختيار العلاج المناسب للمريض. تفاصيل المبادرة هنتكلم عنها النهاردة مع ضيفنا دكتور محمد عبد الله استاذ ورئيس قسم علاج الاورام بالقصر العيني. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور. خلينا نتكلم على الانواع المختلفة من هذه الأورام الخمسة اللي بتشملها المبادرة. إزاي بيتم الكشف؟ المراكز موجودة فين؟ هل تم العمل هذه المبادرة في جميع المحافظات؟ يعني حضرتك تدينا شوية معلومات. فضل. هي مبادرات الكشف المبكر للأورام والعلاج هي منظومة نجاح من يوم ما اتعملت. في إرادة سياسية من فخامة الرئيس اترجمت لواقع عملي في مختلف الوزارات. النهاردة حقيقي في أريحية شديدة لكل الأطباء الممارسين واللي بيتعاملوا في علاج الأورام في ممارسة ما كنا نعجز عنه من قبل. النهاردة أنا عندي مراكز متخصصة للتحليلات. تحليلات مهمة جدا لأنه من غيرها ما أقدرش مش قصة تشخيص وبس. لا الموضوع اتنقل النهاردة لتشخيص وتحديد علاج. كل مرض له صبغة وراثية معينة أو صبغة جينية بلاش وراثية علشان ما يبقاش الكلام على الوراثة. الصبغة الجينية اللي بتحدد ماهية الورم كيف يتعامل الورم. النهاردة أغلب التحورات الجينية اللي موجودة لها عقارات عقاقير طبية تؤدي لتحسن نسب العلاج بطريقة شديدة. فكان أول شيء تحقيق المنظومة إن احنا يبقى فيه معامل مركزية لهذا الأمر وده موجود النهاردة في أكتر من 4 معامل مركزية موجودة بتحدد تحليلات خاصة لكل نوع من أنواع الأورام وبالتالي تحديد ليس فقط المرحلة والنوع ولكن أيضا طريقة العلاج. النقطة الثانية كانت دخول كل العقاقير الدوائية الجديدة من خلال منظومة المبادرة الرئاسية لعلاج الأورام. ده طبعا بيدينا احنا نوع زي ما قلت قبل كده أريحية شديدة في العلاج.
انا قبل كده الادويه دي ما كانتش متاحه بالنسبه لنا. ممكن تدينا بعض الامثله يعني مثلا علاج جيني، علاج يعني نوعيه الادويه الجديده اللي تم ادراجها؟ هي مش قصه، هي يعني هي بتهاجم طفره جينيه معينه، تحور حدث بالخليه يؤدي الى تفاقم المرض، بتقفل النقطه دي. احنا عندنا هي الخلايا تقصد ان هي محدده اكتر في استهداف خلايا السرطان عن طريقه العلاج بتاعت زمان؟ تمام. يعني احنا عندنا نقله نوعيه في العلاج، مش بس في العلاج، وفي الجراحات كمان. العلاج والجراحات ادارة النهارده تم تحديد العديد من المستقبلات بتكون موجوده على سطح الخليه. استثاره المستقبلات ديت نتيجه وجود اجسام معينه يفرزها الجسم بتؤدي الى تكاثر الخليه وتقاسم وانقسامها، وبالتالي زياده المرض. احنا كل ما كان متاح لينا قبل كده كانت الادويه الكيميائيه العاديه اللي بتقتل كل الخلايا. فبالتالي كان لازم دمار للجسم، بتسبب طبعا مشاكل كتيره. هي الاساس على فكره في العلاج، ما اقدرش ان انا اقول انها بره المنظومه، ولكن اصبح عندي عوامل مساعده كثيره تهاجم نقط بيولوجيه معينه او مسارات بيولوجيه معينه تتخذها الخليه للتكاثر. طب هل ده يا دكتور زود او يزود من فرص العلاج والتعافي، ولا بيقلل من اعراض العلاج بالسرطان اللي كلنا عارفينها وبتبقى صعبه جدا على المريض وعلى اسرته، زي طبعا الوهن الشديد، زي تساقط الشعر، يعني بتبقى ليها اعراض واضحه جدا؟ لا، هي يا فندم نسب الشفاء بتزيد، نسب التحكم في المرض بتزيد. احنا في عندنا قاعدة انه المرض لما بيتشخص في مرحلة متأخرة، مرحلة رابعة زي ما بيقولوا، اللي كل المرضى بيسألوا هو انا مرحلة كام، بيكون في انتشار للمرض واخد الجسم كله، اعضاء مهمة. هنا بنقول ان الشفاء خارج النطاق، ولكن بالوقت اصبح عندي تعريفات جديدة، نوعية الحياة، قدرة المريض على التعامل. ده كان واضح جدا في منظومة اورام الثدي. ما يطلق عليه جودة الحياة؟ جودة الحياة، الكواليتي اوف لايف، مهمة جدا طبعا. النهاردة اصبح عندي مرضى في المرحلة الرابعة بيخفوا؟ مش، بصي هقول لحضرتك حاجة، خلينا كلمة بيخف او مش بيخف ديت نخليها على جنب، لانه مريض السكر مش بيخف، مريض القلب مش بيخف، بيتعايش معاه، بيتعايش وهكذا. ده شفناه بنجاح شديد في منظومة علاج الاورام الثدي في السيدات. سيدة في المرحلة الرابعة، ولكن نتيجة توفر العلاجات الحديثة اللي بيتم تحديدها بدقة شديدة، وأثرها الجانبية موجودة بس مش كتير، بتقدر تبقى فعالة في بيتها، فعالة في مجتمعها، فعالة في شغلها. فهنا بيبقى نوع من أنواع الظلم إن إحنا الحالات دي ما تاخدش علاجها مظبوط، تفرق كتير. برضو في حالات سرطان القولون، سرطان القولون المرحلة الرابعة النهاردة فيها شفاء في حالات معينة بمعايير محددة بطريقة علاج معين. هل هذه المبادرة بتساعد على اكتشاف هذا النوع، وخصوصا القولون لأنه من أكثر الأنواع اللي بتبقى أكثر خبصا، أو بيقولوا دايما بيتم اكتشافه مؤخر جدا، لأن يعني اللي بيبان منه بيبقى أصعب من بقية السرطانات التانية؟ هقول لحضرتك حاجة، السرطان بصفة عامة هو مرض زي بقية الأمراض، لو اكتشفناه مبكرا نسب الشفاء هتبقى عالية طبعا. التدخلات هتبقى أقل، الجراحات اللي احنا بنسميها جراحات باترة أو ميوتينيتنج أو يعني بتؤدي لتشوهات بتبقى أقل ما يكون. القولون هو عالميا هو نمرة 3 بالنسبة لأنواع السرطانات، وأعتقد إن احنا في مصر يمكن يجي نمرة 4 أو نمرة 5. أكيد إن في تقدم مذهل حصل في العشرين سنة اللي فاتوا نتيجة اكتشاف مستقبلات خلوية معينة تمكننا من علاجه بطريقة مختلفة. المنظومة كلها، احنا عندنا الخط الاول، الخط التاني، الخط التالت العلاجي. النهاردة حالات كنا معدل العمر فيها لا يتعدى 6 شهور، النهاردة عدى 30 و35 شهر، ووصل ل60 شهر، وبعض الحالات تم شفائها. مش بقول الكل، بقول بعض الحالات. المهم يكون عندنا منظومة محددة كل مريض كيف يتم علاجه. طيب حضرتك بتقول انه القولون هو الاكثر انتشارا او الثالث عالميا في العالم، الرابع اظن في مصر، هل ده السبب وراء انه المبادرة بتضم هذه الانواع من السرطانات تحديدا؟ اكيد، احنا المبادرة الرئاسية اما في بداية تكوينها
هي لازم تدور على اكتر السرطانات شيوعا او انتشارا في المجتمع المصري. على فكرة احنا ممكن نكون مختلفين في بعض الاحوال، يعني احنا كان عندنا اورام الكبد كانت نمرة واحد في وقت من الاوقات نتيجة فيروس سي وتليف الكبد. النجاح المذهل اللي حصل في ازالة فيروس سي والقضاء عليه ده يعني شيء يعني لو قعدنا نتكلم فيه من النهاردة لمدة 100 سنة قدامنا محدش كان يصدقه. واصبحت الخبرة المصرية في هذا الاطار يعني بتدرس في انحاء العالم، شيء رائع، شيء اكتر من رائع. بس عشان نشوف انعكاس ده على نسب حدوث سرطان الكبد اعتقد احنا محتاجين 30 او 40 سنة كمان لما الاثار كلها تروح. لكن الحلقة اتكسرت. شكرا للدكتور محمد عبد الله استاذ ورئيس قسم علاج الاورام بالقصر العيني، شرفتنا يا فندم. ونخرج لفصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. بالتأكيد كل الأديان السماوية بتدعو إلى المودة والرحمة بين الأزواج. بنتكلم على هذه العلاقة السامية، بنتكلم أو الوصف لها اللي هو السكن. مفيش الحب اللي احنا بنتكلم عليه إن هو واحد بيحب واحدة أو اللفظ ده، المودة والرحمة هي الأعم بالتأكيد. ديننا بيدعونا لهذا بشكل واضح وصريح من خلال القرآن الكريم ومن خلال طبعا السيرة النبوية الكريمة. إزاي كان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يتعامل مع أزواجه؟ هو ده اللي هنتكلم عليه. نتكلم على المودة، على الرحمة، على السكن ما بين الأزواج من خلال ضيفنا الكريم اللي بيشرفنا فضيلة الشيخ بلال خضر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير. مرحبا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا شيخ بلال. إزاي نخلق المودة والرحمة بين الزوجين سواء في حالة الزواج عن حب، لأنه أحيانا بيبقى فيه شجار وخناق تختفي فيهم المودة والرحمة، أو في جواز الصالونات اللي ما بيكونش فيه سابق معرفة، إزاي نوجدهم، نخلقهم إزاي ما بين الزوجين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في الحقيقة أحيي حضراتكم على الموضوع الهام جدا ده، لأني في الحياة اليومية في كتير جدا من المشاكل اللي هي بسبب أنه مفيش إدراك لطبيعة الحياة الزوجية. احنا كتير من الناس فاكر أن الحياة الزوجية مجرد زي حاجة احنا عايشينها مع بعض، مش زي ما حضرتك قلتي في المقدمة إنه هو سكن، إن هي مودة ورحمة، هي حاجة أكتر من شراكة، هي حاجة أكتر من علاقة عابرة، هي حاجة فيها ديمومة. لما ندرك طبيعة العلاقة الزوجية إن هي علاقة مختلفة خالص عن كل العلاقات في الحياة، بنتعامل معها من هذا المنطلق. أول حاجة بتخلينا نقدر نعيش في حياة زوجية مستقرة إن الزوج والزوجة يقدروا يفهموا طبع بعض. الزوج يقدر يتعامل مع زوجته على إنها زوجته، فيتعامل مع الزوجة بطبع المرأة مش بطبعها كونها راجل زيه. لأن كتير جدا من المشاكل اللي احنا عايشينها في الواقع بيبقى الراجل بيتعامل مع زوجته نفسيا وعاطفيا وعقليا وهكذا على إنها زيه، ولأن بتفكر زيه، وإن هي ردود فعلها زيه وهكذا. فده بيخلق مشكلة كبيرة جدا. فلما يدرك نفسيا وعاطفيا الفروق في الطباع بنقدر نتخطى كتير جدا من المشاكل. ده احنا عرفناه من الكتب الموجودة الآن في الكتب العلمية اللي بتفرق بين طبع الراجل وطبع الست، ولقيناه بقى في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حصل ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة احدى زوجاته قدمت طعام، وكان في مجلس كان فيه الصحابة، وقبلت احدى الزوجات اللي هي صاحبة البيت، قبلت اللي قدمت الطعام ده بصورة مش كويسة وبصورة غير لائقة، ان هي اخذت الاكل ده الطعام ده وكسرت الاناء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل هنا من منطق الطبع، انه فاهم الطبع. كتير من المشاكل ممكن تعدي لاننا فاهمين طبع بعض، لاننا بنتعامل مع بعض على اساس الطبع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بصر الصحابة اللي موجودين وقال لهم، ابتسم كده كمان وقال غارت امكم، ان هي ما عملتش ده. بالمناسبة كان والدها قاعد سيدنا ابو بكر،
ما عملتش ده الموقف المحرج ده عشان تحرج سيدنا النبي، وما عملتش الموقف المحرج ده عشان تحرج الصحابة اللي موجودين، ولا عشان تحرج والدها. هي عملت ده من منطق الطبع، غيرة فقط. فنقطة فهم طباع الراجل للست والست للراجل من أهم الأساسيات في التعامل في الحياة اليومية. فلما نقدر ندرس ده كويس، والراجل يدرس طباع زوجته أو طباع المرأة في العموم وطباع زوجته في الخصوص، وهي كمان تدرس طباع الرجالة في العموم وطباع زوجها في الخصوص، هنقدروا يتجاوزوا كتير جدا من المشاكل وكتير جدا من الاحتكاكات اليومية. لأنه في احتكاكات يومية عندنا في الحياة، لو ما تعاملناش معها بهذا المنطق هنلاقي كل احتكاك فيه مشكلة، وهنلاقي كل خلاف بسيط قوي بيتطور لأزمة كبيرة جدا. احنا شفنا في حياة سيدنا النبي مشكلة كبيرة جدا، ممكن دلوقتي بيوت تتهد عشانها، وممكن دلوقتي بيوت يحصل بسببها، بسبب الموقف ده، كوارث. الموقف عدى بكل بساطة. ليه؟ لأننا فهمنا طبع بعض. طب خلينا نتكلم على وصف القرآن الكريم لهذه العلاقة. نعم. في أكثر من مكان، بالمودة، الرحمة، بالسكن، باللباس، أن نعم. أنتم لباس لهم وأنتم. نعم. هذه العلاقة المختلفة، يعني ما شفناش مثلا كلمة الحب بشكله نعم. العادي، لكن هذا الوصف أكيد بيبقى عام وأشمل بشكل كبير من علاقة الحب فقط. نعم، هو الوصف القرآني البليغ لمفهوم هذه العلاقة بيخليها تبقى أسمى مما نتصوره. نحن مش مجرد اتنين حبوا بعضهم وعاشوا في علاقة حب، لا، ده هما اتنين احترموا بعض وقدروا بعض وتقبلوا بعض على وضعهم اللي هما فيه الآن. وده اللي ربنا اتكلم فيه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ربنا اتكلم فيه فبين إنه وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة لو موجودة هنعيش مع بعض باحترام وتقدير، سواء جه الحب أو مجاش، سواء زاد أو نقص، لأن في بينا احترام وتقدير. إيه علامات وجود المودة والرحمة؟ هو المودة والرحمة دي هي عنوان كبير قوي لاحترام وتقدير كل طرف للتاني. إن كل طرف بيحترم الطرف التاني بوصفه الحالي، مش عايز يغيره إنسان تاني. لأن كتير جدا من الأزواج والزوجات عايش على أمل إن هو هيتغير في يوم من الأيام، هيغير وهيتوافق معايا كليا. لا، هو ده طبعه، وهذا ما خلقه الله عليه، وهي ده طبعها واللي ربنا خلقها عليه. فنحترم ونقدر بعض، ونحترم إن إحنا الزوج والزوجة بينهم فروقات شخصية، ولابد إن يكون فيه فروقات. مش 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 هيبقى فيه اتحاد في الطبع كلي، ومش هيبقى اتحاد في التفكير كلي، ومش هيبقى فيه ده ابدا، لان ده يخالف طبيعه البشر. بنلاقي ربنا سبحانه وتعالى لما وصف خاصه بيكون ان الزواج هن لباس لكم وانتم لباس لهن، ده وصف بليغ على ان العلاقه الزوجيه مختلفه خالص. لان ربنا شبهها باللبس ده، كان هما الزوج لزوجته والزوجه لزوجها بمثال اللبس ده. فأوصاف اللبس ده إيه؟ أو مميزاته إيه؟ إنه دايما بيكون بيحتوي الإنسان، وإنه دايما بيحميه، وإنه دايما بيدفيه، وإنه دايما يعني دي خصائص يكون مناسب ويكون مريح، ويكون مناسب ويكون مريح، ودي خصائص اللبس الطبيعية. فكأن ربنا خلى الزوج لزوجته كده زي اللبس ده، والزوجة لزوجها كده. فهي دي ده الوصف الطبيعي. اللي بيحيد عنه أو اللي بيفكر الزواج حاجة عادية وعلاقة طبيعية زيها زي أي زيه زي أي حد، هي دي الإشكالية. كمان من النقاط المهمة اللي حابب ألفت انتباه السادة المشاهدين ليها، إن كتير جدا من الأزواج والزوجات بيتعامل مع الناس كويس جدا في حياته اليومية، في شغله، مع أصحابه، مع على القهوة، في حياته الطبيعية. والزوجة نفس الكلام في حياتها اليومية مع صحباتها، مع أولادها، تبقى الحياة كويسة جدا. بمجرد انه الزوج يرجع البيت الحياة تختلف اطلاقا. فكان بره البيت خدوم، بشوش، حد كويس جدا، حد يعني الناس كلها تحبه. اول ما رجع البيت زي ما بيقولوا كده يعني ضرب وش خشب. ونفس الكلام الزوجة تعمل حاجات زي كده. احنا في الحقيقة دي من الاشكاليات الكبيرة، وده بسميه الشريك اللي بوشين، اللي هو بره البيت بوش وجوه البيت غالبا مش طايقين بعض يا شيخ، وغالبا وهنا هنا ممكن نتكلم بقى على
الاختيار لشريك الحياة من قبل الزواج، ودي نخليها فقرة تانية بإذن الله تنورنا فيها. احنا بنشكرك الشيخ بلال خضر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، شرفتنا ونورتنا وأفدتنا. شكرا جزيلا ليك. فاصل صغير ومكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل. لسه مكملين النهارده في ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، نتكلم عن الفنانة اللي عصرت عقود طويلة من تطور السينما المصرية، وصاغت صورة جديرة بالاحترام للسيدة المصرية في السينما المصرية. والسينما المصرية بنتكلم على دي سينما عالمية أو سينما عربية، خلينا نكون أدق، دي سينما عربية. النهاردة هنتكلم عن مشوار الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وإيه أهم المحطات في حياتها والأدوار اللي قدمتها اللي أثرت واللي غيرت واللي فرقت كتير في صناعة السينما المصرية، مع ضيفنا اللي مشرفنا الأستاذ علي الكشوطي الناقد الفني. أهلا بك يا أستاذ علي. أهلا بك، صباح الخير. أهلا بحضرتك، وخلينا نتكلم على هذا المشوار الكبير لأيقونة من أيقونات الشاشة العربية، ونتوقف عند أهم المراحل كده، نقول كل فيلم أو كل شخصية قدمتها بمرحلة معينة في مشوارها الفني. هي الحقيقة طبعا يعني عصرت تطور كبير من بداية ما كانت طفلة صغيرة دخلت عالم التمثيل بتوجيهات من والدها، وهو اللي كان حريص ان هو يبعت صورتها لإحدى المجلات وتشارك في مسابقة أجمل طفلة، وترتيبها كان السادس، يعني ما كانتش رقم واحد، ولكن قدرت تلفت نظر المخرج محمد كريم ويستقطبها لعالم السينما. يمكن مرحلة الطفولة ما كانتش بنفس الوهج لما بدأت تبقى فاتن حمامة، كان لها مشاركتين الشابة. بس أعتقد يعني بس يعني ده يعني خلاتها تدخل بقى المجال ودفعها ان هي تدرس وتذاكر المجال نفسه والتمثيل وكده. وبعدين بقى مرحلة الشباب ثم النضج واهتمامها بقى بفكرة القضايا اللي بتهم المجتمع والقضايا اللي بتهم المرأة، وبدأت يبقى عندها توجهات ليها علاقة بكيان المرأة وتمكين المرأة وحقوق المرأة بشكل كبير. ويمكن كانت مساهمة مثلا في فيلم أريد حلا، ده كان من أهم الأعمال اللي خلت القانون يتحرك وتحركت المياه الراكدة. كنا نتكلم عنه النهاردة في بداية الحلقة. من وجهة نظرك كناقد فني فرجت على كل أعمال فاتن حمامة، تشوف فين مرحلة النضوج الفني لفاتن حمامة، وفين بالضبط الأعمال أو المرحلة اللي صنعت هذه النجمة الكبيرة؟ والله هي من ساعة ما بدأت وهي متوهجة، وساعدها في ده ان هي اشتغلت مع يعني قامات كبيرة جدا، سواء على مستوى الإخراج او السيناريو او حتى التمثيل. وجودها مع ذو الفقار كزوج وكمخرج أضاف لها بشكل كبير، وبعدين مرحلة عمر الشريف أضاف لها برضو بشكل كبير. ديو عمر وفاتن كان على شاشة محبوب وقدموا مع بعض أعمال كتير ناجحة. بس أنا بشوف إن هي المرحلة لما بقت امرأة ناضجة أكتر، هو ده الأعمال اللي هي ممكن نقول عليها كانت بتحرك الرأي العام بشكل كبير. زي إيه بقى؟ زي غير أريد حلا؟ يعني أريد حلا، أفواه وأرانب، الخيط الرفيع، يعني في عندها أعمال كتير حقيقة كانت بتثير النقاش، وهو ده بحس ان هو ده اللي بيبقى يعني او بيستمر بيعيش فتره طويله. يمكن الاعمال الرومانسيه او الاعمال اللي ممكن تبقى فيها قصص حب لطيفه وكل حاجه، ولكن اللي بتسيب اثر في المجتمع هي القضايا اللي زي اريد حلا، امبراطوريه ميم، الخيط الرفيع، وغيرها من القضايا اللي بتناقش افكار في المجتمع محتاجه تتطور ومحتاجه تتغير ومحتاجه يبقى فيه حواليها كلام في الراي العام. من أكتر الأفلام اللي أثارت ضجة بالتأكيد أريد حلا، وكمان الخيط الرفيع، لأنه كان ساعتها برضو كان قضية فكر متطور. بالضبط، كان فكر متطور عن المجتمع بشكل كبير جدا. هل هي كان عندها الفطنة أو الذكاء إن هي دايما في اختياراتها تكون خارج أو سابقة للمعروف أو اللي هو متعارف عليه في المجتمع بتناول القضايا؟ يعني هي ما كانتش بتبحث يعني عن الترند زي ما بلغه العصر، يعني هي كانت بتبحث عن القضايا اللي ممكن تحس ان هي تقدر تعبر عنها. يعني حتى هي كان لها مقوله كبيره شهيره ان هي ما قدرتش تحترف التمثيل بره او تسافر تعمل اعمال سينمائيه عالميه، وده كان متاح بالنسبه لها لان هي قالت ان انا عارفه يعني الشخصيات المصريه اللي حواليا اقدر اعبر عنها، اقدر اجسدهم على الشاشه، لكن الثقافات المختلفه عني ما اقدرش اجسدها. هي كانت دؤوبه جدا
وكانت بتحب تركز وتحضر بشكل كبير للاعمال اللي داخلها، بتتناقش مع المخرجين في تفاصيل التفاصيل. فاعتقد ان هي اهتمامها بالاعمال ده يعني نتيجته ان هي بتختار قضايا تبقى بتهمها بشكل شخصي وفي نفس الوقت بتهم المجتمع اللي حواليها. هي كانت دايما بتبقى حريصه ان هي تقدم اعمال يعني تراعي فيها العادات والتقاليد، يقدم كل الشخصيات تقريبا يعني من الفلاحه لسيده للمدرسه او يعني لسيده الاعمال لكل الشخصيات تقريبا قدمتها منك. يعني هي ممكن تكون قدمت نماذج كتير للمرأة المصرية، بس كان في بعض الأدوار هي ما كانتش بتحب تقبل تلعبها، يعني ما كنتش هتلاقي مثلا فتاة ليل مثلا، لكن هي كان ليها يعني بتركز على اختيار أعمال هي بتبقى حابة ان هي تعبر عنها او شايفة ان هي تقدر تمنحها من روحها، لان هي في أدوار ممكن ما تبقاش تليق مع فاتن حمامه على الشاشه يعني. في الدراما كمان النجمة الكبيرة فاتن حمامة قدمت أدوار مش يعني بنقول ان هي برضه بتناقش قضيه ذات قيم مبادئ، مثلا ضمير قبل حكمه، واحد من الاعمال الدراميه اللي لحد النهارده لما تتفرج عليها هي بتقدم لك قيمه مضافه مع اختلاف العصر. بتشوف ازاي انتاج فاتن حمامه في الدراما ما كانش كبير قوي لكنه كان مؤثر؟ هي كانت مهمومه بالقضايا اللي ممكن تبقى المجتمع حابب يعرف عنها اكتر او حابب ان هو يتابعها بشكل كبير. يمكن قضيه ضمير قبل حكمه واحد من اهم القضايا اللي احنا لحد دلوقتي اعتقد المسلسل لما بيتعرض كانه بيناقش يعني تفاصيل احنا لسه عايشينها، مشاكل لسه بتواجهنا. فهم الحقيقه كان يعني الفتره دي كانت فتره ذهبيه بشكل كبير، ان هم كانوا يعني عندهم نوع من انواع الشفافيه، ان هم يشوفوا اللي جاي عامل ازاي، يشوفوا الاعمال اللي هيقدموها ليها عمر طويل، مش مجرد ان هي تتعرض فتره وتعدي. يمكن عمر الاعمال الدراميه اقل شويه من السينما، السينما بتعيش اكتر، ولكن الصدق اللي كان متقدم في الاعمال من نوع ضمير قبل حكمه مخليه عايش لحد دلوقتي، ولما بتفرج عليه رغم ان هو حلقاته قليله مش طويل بنستمتع بيه. خلينا نتكلم على الابعاد الانسانيه بالتوازي مع الفن، لان هي برضو لها محطات مهمه جدا في ابعادها الانسانيه، ومحطه عمر الشريف من المحطات الهامه جدا. اتكلم على هذا. طيب دايما بيبقى الفنان، حتى بنسمع يعني في الايام دي انه الفنان بيبقى البعض مهتم براي النقاد، البعض مهتم انه الفيلم ينجح نجاح جماهيري، البعض مهتم ان هو يقدم قضيه. فاتن حمامه في اعمالها السينمائيه معظمها كانت بتحوز على اعجاب الجميع، نقاد، جماهير، افلامها بتحصل على ايرادات عاليه جدا. معايير اختيار فاتن حمامه لافلامها سواء موضوع سواء كاست او نجوم بيشاركوها العمل، ازاي كانت بتختار كل المعايير المؤثره على نجاح العمل ده؟ هي كمان كانت الاعلى اجر يعني من بين كل النجمات. هي زي ما قلت لحضرتك في البدايه هي دؤوبه جدا وبتهتم بكل التفاصيل، ويعني مش عايز اقول ان هي بتتدخل في تفاصيل كتير ممكن تبقاش يعني ليها علاقه بها كممثله، ولكن هي بتبقى حريصه ان هي تعرف كل المعطيات اللي حواليها عامله ازاي وتذكرها كويس جدا. وانسى ان هي دخلت اللوكيشن خلاص، هي ما بتتدخلش في اي حاجه خالص، هي بتادي دورها كممثله فقط. وكانت دايما بيتكلموا عنها ان هي حريصه تبقى موجوده يعني بشكل كبير قبل التصوير بفتره طويله، وتذاكر كويس، ملتزمه جدا جدا، وعارفه حدودها فين وحدود شخصيتها فين، وبتيجي يعني على التصوير على طول جاهزه يعني. فاعتقد ان هي كمان كان ليها اسمها طبعا ووزنها في وسط صناعه السينما، فاعتقد ان هم ما كانوش يعني بيتعاملوا معاها بشكل مختلف، يعني نجمه كبيره. شكرا للأستاذ علي كشوتي الناقد الفني، شكرا لوجود حضرتك معانا، وبالتأكيد هتفضل حاضرة معانا سيدة الشاشة العربية بكل أعمالها الفنية. خلصت حلقتنا، بكرة إن شاء الله يوم جديد، حلقة جديدة 8 الصبح، ابدأ يومك صح. باي باي.